أيضا حتى تنجح العلاقة بين الزوج وزوجته لابد أن يعرف الزوج وأن تعرف الزوجة أن المشاكل فطرة فطر الله الناس عليها. الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمشاكل حدثت في بيت النبوة. أعظم رجل في التاريخ أفضل زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل زوجات في التاريخ خديجة وعائشة وحفصة وسوداء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ومع هذا حدث المشكلات. إذن حدوث حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء شهر كامل، يعني زعل على نساء اعتزلهم شهر كامل.